زعيمة حزب العمال في اجتماعها مع شباب الحزب أبدت رفض حزبها لمسودة قانون الصحة الجديد المتدارس على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، معربة أن القانون الجديد سيزيد الوضع تأزما في القطاع اللي هو الآن يتناقش في اللجنة الاجتماعية متاع الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني. هو تقهقري، ظلامي، يعني ظلامي اوبسكورانتيست مام، ظلامي، لانه يصادر حق من اهم المكاسب تاع الثوره والاستقلال اللي هو الحق في العلاج والحق في الصحه. هذا وتطرقت حنون الى الحراك الاجتماعي في كثير من القطاعات مرجعه سببه الى عوامل عديده ومتعدده، ولحتى ترجع السكينه من خلال إيجاد مخارج إيجابية للحراك العمالي النقابي. يجب أن يأمر رئيس الجمهورية بإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2018 من أجل تصويب التوجه الاقتصادي والاجتماعي لحتى نجنب بلادنا الفوضى الاجتماعية والسياسية. خطاب لويزا حنون الذي تضمن هجوما متعدد الأطراف جاء خاليا من أي حديث عن قطاع التربية رغم ما يشهده من أزمات، فزعيمة حزب العمال بقيت بعيدة عن كل القرارات الأخيرة للوزير بن غبريط ولم تعلق إلا عبر بعض الإيحاءات التي فهمت على أنها مساندة لقرارات بن غبريط.